جدا جدا لاستقبال بعثة النادي الأهلي ولمساعدة الفريق في هذه الرحلة الشقة. معالي السفير، برحب بحضرتك، منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا كابتن امير بحضرتك وضيوفك الكرام ومشاهدي قناتك. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا يعني مجهود كبير جدا حضرتك بتبذله، واستقبال كان جيد واكثر من رائع في المطار امبارح. عايز اتكلم على كل الاجراءات اللي بتتعلق باستقبال بعثه النادي الاهلي هناك في تنزانيا. الحقيقه انه يعني قبل وصول بعثه النادي الاهلي لمطار جوليوس نيريري الدولي بدار السلام، كان في تواصل مع رئيس البعثه وعضو مجلس اداره النادي الاهلي سيد محمد الضباط والمدير الاداري كابتن سيد عبد الحفيظ بخصوص كافه الترتيبات المطلوبه فيما يتعلق بالاقامه والانتقالات والاستقبال في المطار والملاعب الخاصه بالتدريب، سواء التدريب على الملاعب الفرعيه او اللي هو البيت الرئيسي على ملعب المباراه بنجامين مكابا. والحمد لله يعني اكدنا مع تواصلنا مع اتحاد كره القدم التنزاني ومع نادي سيمبا الرياضي للتاكد من كل طلبات النادي الاهلي تم الاستجابه ليها بشكل كامل، وحتى كان في تيم من السفاره قام بتفقد الملعب للتاكد من يعني صلاحياته انه مطابق للمواصفات، وكان في تيم كمان موجود في المطار اجى الساعه للتاكد. يعني المطار تقريبا كان يعني عاده بالليل ما بقاش فيه عدد كبير من الضباط موجودين، فكان في طقم كامل. الاجراءات تمت بيسر وسهوله شديده، والحمد لله في فتره يعني زمنيه قياسيه كان موجود الفريق ووصل لمقر اقامته. احنا دائما حريصين على كده. الحقيقه برضه حابب اشير لان كابتن محمود الخطيب يعني رئيس النادي تواصل معايا قبل وصول الفريق بحوالي ساعه او ساعتين، واكد مره ثانيه على يعني ان كل الترتيبات والاجراءات تم التاكد منها، و تمام يعني ادى دعمه الكامل طبعا للفريق ان شاء الله، ويعني تطلع طبعا من جماهير الكره سواء جماهير النادي الاهلي او جماهير المصريه كلها، لان الاهلي هنا ممثل مصر مش بس يعني النادي الاهلي طبعا طبعا يعني بصفته فقط. فان شاء الله باذن الله يعني املنا جميعا ان يحقق فوز كبير سيعزز صدارته للمجموعه باذن الله. طب عايز اطمن بشكل اكبر كمان على الاجراءات الابنيه اللي بتتعلق باستقبال البعثه، وكمان الاجراءات الطبيه والاحترازيه بخصوص فيروس كورونا، وخصوصا ان احنا يعني بنسمع هنا ان هناك في تنزانيا ما فيش اهتمام قوي وما فيش اعتراف بتفشي الفيروس نفسه يا فندم. تمام. الحقيقه برضه من ضمن الاجراءات اللي احنا بنتواصل بيها مع الجانب التنزاني هو توفير الحمايه. الحقيقه يعني بشكل عام تنزانيا دوله امنه تماما، يعني الامن فيها مستقر بشكل كبير، ورغم ذلك في تواجد امني مرافق للبعثه وخاصه في موضوع المرور. طبعا في يعني في معانا مرافقه امنيه في تحركات الفريق، وفي تنسيق كامل في هذه المساله، فالامور يعني بتسير بشكل طيب للغايه. فيما يتعلق بموضوع كورونا يعني في كل الظروف وايا كانت الدوله اللي بيسافر ليها النادي الاهلي او اي فريق مصري، يعني احنا في ظروف جائحه عالميه، وبالتالي في اجراءات يعني شديده الصرامه فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازيه يعني المعتمده من منظمه الصحه العالميه ايا كان المكان اللي حضرتك متواجد فيه وايا كانت درجه انتشار الوباء. وبالتالي يعني سواء فيما يتعلق امبارح كان النادي الاهلي حتى فيه طاقم قام بتعقيم الغرف بالكامل. كويس. كل اماكن تواجد الرفض بما فيها المطاعم او غيره، كل الاماكن تم تطعيمها تم تعقيمها بشكل كامل. حتى النهارده لاحظت كمان ان طبيب الفريق كان في طاقم برضو قام بتعقيم الملعب. يعني الملعب نفسه لحضرتك لو شفت بعض الصور المتناقله انه تم تعقيم الملعب، كل ما يتم التعامل معاه من قبل النادي. طبعا جميع اللاعبين ملتزمين في خلال التحركات داخل الفندق وخارجه بارتداء يعني القمامات الطبيه. اكيد. كل الاجراءات الاحترازيه بيتم اتخاذها بشكل يعني منضبط جدا وصارم. تحركات داخل الفندق فقط، يعني رئيس البعثه والمدير الاداري وكل الطاقم يوري اهتمام كبير جدا بهذه المساله، وهذا امر الحقيقه ينبغي ان يكون في اي مكان بيسافر اليه الفريق، وده يعني اعتقد بيطبق كل تفريغات الفريق ده. طيب ده امر مهم وجيد جدا، لكن بالتحديد عايز اتكلم عن موعد المباراه يا فندم، وهي خلاص المباراه بتوقيت القاهره الساعه 3 العصر، مظبوط؟
مظبوط يا فندم. اسباب اللغط ده كانت ايه؟ يعني ان امبارح سمعنا اخبار الماتش الساعه 6، لا الساعه 9، وبعد كده رجع الساعه 3، ايه اسباب اللغط ده يا فندم؟ الحقيقه يا فندم انا من ساعه ما تواصل معايا النادي الاهلي والموعد هو ثابت، هو الساعه الرابعه بتوقيت دار السلام، الثالثه بتوقيت القاهره. تمام. يعني ما عنديش اي رب، ما عنديش اي خلط في هذا الموضوع يعني. طيب بخصوص حضور الجماهير، وعرفنا ان هيكون في حوالي 30,000 مشجع في هذه المباراه من خلال المدرجات، عايز اتكلم بالتحديد عن الجاليه المصريه اللي موجوده هناك في تنزانيا، والعدد اللي ممكن يحضر من جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه ممكن يبقى كام؟ للأمانة يا فندم عدد الجالية المصرية اللي موجود في تنزانيا هو في حدود 350 مواطن، طبعا مش كلهم موجودين في تمام، ولكن طبعا هو في اهتمام كبير، ويعني في بعض أبناء الجالية بيتواصلوا. زي ما قلت مرة ثانية، هو مش بس جماهير النادي الأهلي، هي جماهير المصرية طبعا طبعا، لأن يعني الأهلي هنا بيمثل مصر أكيد. يعني هو مش يعني ممكن تلاقي يعني مشجع لفريق آخر، ولكن هو جاي بيشجع بالظبط. يعني بنتكلم على طرح رياضي مصري كبير، فيعني فانا اعتقد ان شاء الله هيبقى فيه تواجد بالنسبه ان شاء الله ممكن يكون ما بين 50 الى 70 يعني يعني مواطن مصري موجود، وقد يكون اكثر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر بتنزانيا، كان معانا على الهاتف من هناك، وطمنا بشكل كبير جدا على بعثة الفريق قبل مباراة يوم الثلاثاء، وعلى كل الإجراءات اللي بتتعلق باستقبال بعثة النادي الأهلي، وده أمر غاية في الأهمية ومجهود كبير جدا بيحصل في الحقيقة من السفارة المصرية هناك في تنزانيا، وده أمر يعني معتاد وعارفينه دايما. طيب خليني اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه عندي تفاصيل اكتر بتتعلق باستعدادات النادي الاهلي، وبخصوص كمان مران اليوم الاول بالنسبه للاهلي هناك قبل المباراه وقبل التدريبات اللي هتكون على مدار بكره وبعده ان شاء الله. استنونا بعد الفاصل.